أنا يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يزور قبور الأولياء والصالحين و يقول يدعوهم، يشد الرحال إليهم، يعني يسافر إلى القبور هذا؟ أما السفر لزيارة القبور هذه بدعة، حتى ولو كان المقصود الدعاء للميت هذه بدعة، ما يسافر من أجل زيارة القبور. وأما زيارة القبور بدون سفر فهذه فيها تفصيل، إن كان القصد منها إحياء السنة بالدعاء للميت والاعتبار للزائر يعتبر بالموت يتذكر الآخرة ويدعو للأموات، هذه مشروعة مستحبة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القصد من زيارة القبور دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات فهذه شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، والذي يعمل هذا لا يصلى خلفه لأنه مشرك ولا تصح صلاته حتى يتوب إلى الله عز وجل، لأن دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بالأموات شرك، الذبح للأموات شرك بالله يخرج من الملة، فهذا ليس بمسلم حتى يتوب إلى الله عز وجل ولا يصلى خلفه.